يا والله هند، اعلى هند واعلم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا هند. حضرتك، انا كنت حلمت ان والدتي في الحلم جابت لي دبله وخاتم ذهب واديتهم لي البسهم، فالدبله والخاتم دول ما عجبونيش، وقلت لها لا ده رخصاص جدا، مش كروم مش حلم. راحت قالت لي خلاص لو مش عاجبينك انا هغيرهم لك. فقلت لها لا مش عاجبيني وان هم خفاف جدا وهيتكسروا. راحت قالت لي خلاص ماشي انا هغيرهم لك، بس خليكي لابساهم دلوقتي. فالحلم خلص على ان انا لابساهم وبصلهم ومش عاجبني خالص. انتي انسه لسه يا هند؟ لا انا متجوزه. عندك ولاد؟ اه عندي 2. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. بس هم المفروض ان هم ما اتكسروش في المنام. لا هم ما اتكسروش، وانا لابساهم بس وحشين جدا. طيب بصي، هو الموضوع برضو انك في موقف او انتي هتمري بالظروف فترة معينة، يعني هتقدري ان انت تتغلبي عليها على قد ما تقدري، بس مش هتبقى دايما. بس انا شايفة ان شاء الله طالما ان الحاجة دي مش عاجباكي، انت بتقولي شكلهم مش حلو، وطبعا هيبقى شكلهم، لو شكلهم حلو كان هيبقى التفسير افضل. هي فترة هتقدري تتغلبي عليها الفترة كده، ان شاء الله ان شاء الله تعدي عليك على خير. ولادك ولد وبنت؟ هند يا هند، ولد وبنت. طب ماشي يا حبيبتي، ربنا يا رب يحمهم لك يا رب. والموضوع ما تقلقيش، انا سالتك بس السؤال ده لاستفسار معين بس في دماغي. هي بس فتره كده هتتغلبي عليها في مشكله في الاسره عندك، وان شاء الله هتعدي معاكي على خير بامر الله تعالى. بس مش عايزاكي تهمليها، لان الدبله والخاتم هم بتقولي هياخدوا فتره ويتكسروا، معنى كده انك انت ممكن تهملي حاجه معينه ممكن تكون خاصه باولادك في بيتك. المهم ان انت عايزاكي تبقي مركزه قوي قوي الفتره اللي جايه دي معاهم قوي على قد ما تقدري. ربنا يحميهم لك يا رب وما تخافيش. هي رؤيه بس فيها تنبيه بسيط كده، طالما ان ماما اللي ادتهم لك في حمايه ليهم ان شاء الله. والله اعلم.